حبيبي يا بابا، حبيبي حبيبي يا حبيبي يا بابا، التغرير يا حبيبي يا نور فين يا عيني. امي؟ فانا من خلالك بقول للبنت ابعتي عيالك عشان خاطر فاضل خطوه واحده كده، وان شاء الله ربنا يكرم كده وتظهر براءتك، لان احنا اتحملنا كتير. قبل النطق بالحكم بساعات قليلة قوي بيطلع فيديو بينتشر بشكل كبير لتغريد، وهي بتتواصل مع والدها وبتتكلم معاه في تفاصيل ممكن تحاول تغير بيها موازين القضية. ايه الغرض من الفيديو ده وايه حكاية التفاصيل دي؟ تابع معانا الحلقة، وياريت لو مش هيضايقك يعني لو لايك على الفيديو، وكمان لو حضرتك مش منورني باشتراكك في القناة شرفني باشتراكك معانا في القناة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة مع منعم. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويا رب ما كنش بدايقكم بطلب الاشتراك في القناة او باللايكات يعني، عشان دي اكتر حاجة بتساعد على انتشار الفيديو، وان حضرتك تكون معانا على القناة دي حاجة بتشرفنا. مش هطول على حضراتكم، بس قبل ساعات قليلة من المحاكمة اللي هتبدأ الصبح بعد الفجر، المحاكمة دي طبعا يعني اثارت الرأي العام كله والناس كلها، وانا واحد من ضمنهم، انا عايز اعرف فين الحقيقة. ورغم ان في احكام قضائية سابقة سواء كانت لصالح محمد الهادي او ضد عبد المنعم اللي هو الملقب بالعشيق او المتهم الثاني عشان يبقى الاسامي في مسماتها الصحيحة وتغريد، ولكن انا النهاردة برضو هحاول رغم ان ساعات بفشل في حاجة زي دي، هحاول ان انا اكون حيادي جدا، وهعرض لحضراتكم المكالمة اللي ما بين تغريد وما بين والدها. والمكالمة دي بالمناسبة كانت موجودة على قناة الاستاذ هشام ابراهيم او الاعلامي هشام ابراهيم، عشان لو حضراتكم حبيتوا تطلعوا على البث كامل. حبيبي يا بابا، حبيبي 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 يا بابا، التغرير يا حبيبي يا نور عيني. انت فين يا امي؟ يا حبيبي معلش حقك عليا يا بابا. انت فين؟ ما تقلقش عليا يا بابا، اطمن عليا والله العظيم. انا بخير انا بخير انا بخير بخير والله العظيم، اطمن عشان خاطري. اهدى. انت فين طيب؟ طب ايه بس اهدى والله العظيم، قريب جدا 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 هطلع لك تاني وهرجع لك تاني. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، اطمن يا بابا، وانا عارفه ان انت واثق فيا، انا عايزك تفضل واثق فيا. انا واثق فيك يا قلبي والله العظيم. ثلاثه لو الدنيا كلها قالت لي ان انت وحشه، لا انت مش وحشه يا نور عيني. انت مش وحشه يا امي، انت مش وحشه يا امي. حبيبي يا بابا، انت فين يا امي؟ وغالك فين يا حبيبتي؟ وحياتك انا كتير. انت فين؟ انت فين؟ وحياتك بخير والله بخير، اطمن يا قلبي. ابعتي العيال عشان خاطر خلاص بقى كده، كفايه كده، واخد بالك انت زي ما تخافيش، ربنا يكرمنا ان شاء الله ويبان الحق ويظهر الحق، وكل اللي هو واحد ده يعني له حق ياخده. انا بقول لك يا تغريد، ابعتي عيالك عشان نعمل تحليل ويظهر الحق، وربنا اسمه الحق العدل، وكل واحد ياخد حقه بقى. احنا ظلمنا كتير جدا، وكل من هب ودب بيتكلم في سيرتنا، وربنا يعلم ان احنا يعني اشرف من اجدع ناس. وبعد ما حضرتك سمعت الجزء ده، احنا هننقسم مع بعض كده لجزئين. مهما كان حضرتك تنتمي لجانب، حاول تفكر معايا كده بشكل ايجابي شوية، وهو ان لو احنا مثلا صرف كده 100% مع تغريد وهي ممكن يكون معاها الحق وانها مظلومة، فحاول تحس بالشعور اللي هي موجودة فيه، ان هي بتحاول تتواصل مع والدها، وان هي فعلا الصلة ما بينها وما بينه مقطوعة بشكل كبير جدا، وفعلا يعني البكا واللي حضرتك شفته ده بسبب ان هي ما بتقدرش تتواصل معاه او ما بتعرفش تتكلم معاه، فيعني الموضوع بصراحة شكله يضايق حبتين، وان هي تبقى معزولة عن اهلها ومعاها عيالها وشايلة شيلة تقيلة كده، تلات عيال رايحة وجاية بيهم وبتربي وبتشتغل وكل الكلام ده. طبعا كل ده بيثير التعاطف مع تغريد بنسبة 100% ان هي ممكن تكون مظلومة، وان هي اتجنى عليها في قصة زي دي.
فلو حضرتك معاها وحاولت تحط نفسك في وقتها في وقت زي ده مكانها، ففي الوقت ده حضرتك هتبقى شايف ان هي فعلا مظلومة وفعلا شايلة اكتر من طاقتها. اما لو حضرتك ضدها فهتقول لا، هي اللي عملت كده في نفسها وهي اللي كانت السبب في ده كله. وبرضو معظم الاجابات هتكون في كلمة واحدة ملخصة: اظهري وبعدين اطلبي اعادة تحليل الدي ان ايه، اطلبي انك تحتمي في المحكمة، لان القضية ما بقتش قضية تغريد ومحمد الهادي، دي بقت قضية رأي عام. الناس كلها عايزة تعرف الإجابة، الناس كلها عايزة تعرف فعلا فعلا البنت دي كويسة ولا في مشكلة حواليها. لكن هروبها وكثرة اختفائها بالشكل ده ومطالبات الناس بعد مكالمات كتير مع الإعلامي هشام إبراهيم وفي الآخر برضو ما كانتش بتظهر، دي كلها بتثير تساؤلات. ليه بعد ما كذا حد مدلك الإيد عشان خاطر تظهري او تحاولي تعملي تحليل الدي ان ايه او نعيد حاجه زي دي قبل محاولات النطق بالحكم، ليه ما كنتيش بتظهري او بتحاولي تدعمي موقفك سواء بمستندات او بظهور او بالاحتماء بالراي العام؟ بمجرد ما هي هتظهر ناس كتير هتبقى موجوده وواقفه معاها عشان نثبت الحق، يا اما انت فعلا عندك حق وكلنا هنبقى وراكي مفيش حد ابدا هيقف ورا الباطل، يا اما انت فعلا عدم ظهورك ده بيؤكد يعني بنسبة كبيرة قوي ان اكيد اكيد اللي بيتقال ده كله حصل، يمكن بيتضاف عليه حاجات كتيرة ما حصلتش، ولكن على الاقل في حاجات حصلت. طيب دي النقطة او الشق الاولاني اللي احنا قلنا هننقسم عنده. طب اما الشق التاني، ان لو حضرتك ضد تغريد وشايف ان اللي هي بتعمله ده بتعمله عشان خاطر تثير الرأي العام او تحاول تستقطب الشفقة كده وتاخد الناس تبقى مشفقين عليها وعلى وضعها بالبكا والدموع، في حين ان هي لما طلعت في الفيديو اللي قعدت تتكلم فيه قرابة الساعة هي ما نزلتش دمعة واحدة وهي بتحكي عن الموضوع كله، ولكن طبعا وضعها او كلامها مع الاب شيء مختلف. ولو حضرتك متبني فكرة ان هي اكيد كدابة وبتعمل ده كله عشان التمثيل، فهتبقى رأيك ان لو هي عايزة تتواصل مع والدها هي اكيد معاها رقم التليفون وتقدر تتواصل من اي شارع، من اي سنترال، من اي مكان، حتى لو هي زي ما كانوا بيقولوا ان هي بتتحرك وهي لابسة النقاب تقدر تتنقل من منطقة للتانية للتالتة للرابعة، لو هي في شغلها ومروحة من الشغل في السكة عملت مكالمة محدش هيقدر ابدا يعثر على مكانها، ده لو كانت فعلا الحكومة مراقبة التليفون بتاع والدها، يعني سهل ان هي تتواصل معاه وما يكونش التواصل لايف كده على الهوا. يعني لو هي مش قصده ان هي تصطنع حاجة زي دي كانت سهل ان هي تتواصل مع والدها ومع والدتها، ولكن يمكن في طريقة او سبيل معين ان الصورة تظهر بالشكل ده. طيب وانا زي ما كنت هنا حيادي بحاول اظهر هنا حيادي، وفي الحالة دي هتبقى شايف ان كل اللي بتعمله ده مجرد دموع تماسيح، يعني هي بتعمل كده عشان بس الناس تقول يا عيني ويا حرام عشان خاطر الناس تقف جنبها. وهنا السؤال، طالما انت عايزة الناس تقف جنبك ليه ما ظهرتيش وطلبتي من الناس بمنتهى الصراحة كده اقفوا جنبي لو انا ظهرت، اقفوا جنبي وساعدوني؟ ياما انا وقنوات تانية كتير واعلاميين حاولوا يتواصلوا معاها عشان خاطر تطلع وتثبت براءتها، اكيد اكيد يعني الكلام كتر الكلام ده اكيد كان ممكن يجرأها، عشان على الاقل لو انت خايفة على نفسك فيعني ضحي بنفسك عشان خاطر العيال، ضحي بنفسك لان العيال دي لما هتكبر هيتوسموا وصمة كبيرة قوي اكبر من الوصمة اللي موجودة دلوقتي محدش عارف عنهم حاجة، مع الوقت على الاقل المحيطين بيهم هيعرفوا عنهم كل حاجة، فعلى الاقل لازم لو هتضحي انت مثلا بانك تقعدي اسبوع اسبوعين في القسم او في الحبس كده لحد ما تثبتي براءتك، طالما انك بريئة عشان تثبتي براءتك يبقى خلاص هي دي الفرصة وجاتلك، بلاش تستني بعد اصدار الاحكام محدش هيسمع، ساعتها كل الناس واظن ده اتفاق مفيش حد هيختلف عليه، بعد ما يصدر الحكم القضائي بكرة سواء كان ضدها او معاها كل الناس اللي واقفة في صف محمد الهادي لو الحكم كان ضده اكيد كلنا هنمشي ورا حكم القضاء، وكل الناس اللي واقفة في صف عبد المنعم وتغريد او زوجة
حجه عبد المنعم او الصف ده يعني عموما، بعد ما يصدر حكم قضائي اكيد مفيش تعليق على احكام القضاء وكلنا هنمشي ورا الحكم. ولكن خلوني بس اخد الفرصه من الجزء ده واقول لحضراتكم ان المستفيد الاول والاخير من الموضوع ده هو عبد المنعم. المستفيد الاول والاخير من عدم ظهور تغريد هو عبد المنعم وعدم اجراء التحليل بتاع الدي ان ايه وحاجات كتير جدا. اكتر واحد مستفيد فعلا هو عبد المنعم، لان هو مش خسران حاجة، هو عايش في بيته ومع مراته والدنيا معاه. ممكن يكون فيها اضطرابات، ولكن مش بحجم الاضطرابات اللي عايش فيها حد زي محمد الهادي والمشاكل المحيطة بيه بشكل كبير والكلام اللي بيسمعه او الناس اللي بتقعد تفكره كل يوم بالموقف اللي عايشه، او تغريد نفسها سواء هي مظلومة او ظالمة وحياتها اللي اتقلبت قلبة تانية خالص وعايشة لوحدها الله اعلم، او معاها حد او في حد بيصرف عليها او في احتمالات كتير جدا. ولكن في كل الاحوال مفيش حد مرتاح قد عبد المنعم. فهي النقطة كده بصراحة بتثير تساؤلات كتير من عدم ظهورها، مريحة ناس وتعب أولادها، ودي نقطة صعبة بشكل كبير قوي، إن الأولاد هم اللي هيعانوا فيما بعد مهما سقط الحكم. الرأي العام هو اللي بيحكم، الرأي العام دلوقتي بيدور على القضية، مش القاضي ومش تغريد ومحمد الهادي. الرأي العام عايز يعرف، يعني حتى لو صدر حكم قضائي في صف تغريد او في صف محمد الهادي، برضو الناس عايزة تعرف فعلا الاولاد دول اولاد مين، لان دي نقطة مثيرة للجدل. والسؤال الاصعب، لو الاولاد دول ما بقوش اولاد محمد الهادي، لانه لو خد حكم هيطلع على محكمة الاسرة وهينكر نسبهم. اما وعبد المنعم ما بيعملش تحليل دي ان ايه، الاولاد دول هيبقوا اولاد مين؟ مشكلة كبيرة ومستعصية. يا رب يتلقى لها حل، والساعات القليلة اللي جاية هتكشف كتير. تابعوا معانا، وهيبقى فيه بس مباشر بعد بكرة هنا على القناة مع السادة المحترمين اللي متابعين القضية وكمان محمد الهادي، وهنشوف بقى الحكم اللي ربنا هيسر بيه وهنسمعه. والحد هنا انا اسف لو كنت طولت عليكم، بس كان واجب ان احنا نطلع نتكلم في نقطة زي دي بسبب متابعتنا للقضية، ولان انا كمان بصراحة مهتم ان انا اعرف الحقيقة والتفاصيل بس. وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.